مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. في حضرموت تبدو أعين الكثير من السكان حائرة وهي تنظر لأسعار ما لذ وطاب من سلع رمضان هذا العام، وهم الذين يشكون من ضيق ذات اليد مع تسجيل تلك السلع لارتفاعات كبيرة في أسعارها وما صاحبها من تدهور للأوضاع المعيشية والاقتصادية المتأثرة بتداعيات الحرب التي تعيشها البلاد، الأمر الذي قلص من حجم الإقبال على التسوق. من ناحية إقبال الناس على مشروبات رمضان في إقبال، ولكن مو نفس الوتيرة حق الأعوام الماضية بسبب تقلب أسعار الصرف وأسعار العملات أثر على أسعار السلع. وفيما تبدو المتاجر والأسواق متخمة بالمعروضات والسلع الغذائية والتموينية الرمضانية، تجبر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للسكان الكثير على التنازل عن جزء كبير من متطلبات الشهر الكريم التي تعودوا عليها والاكتفاء بالقليل من المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر. يعني أنا كمواطن بدأت نقلص في أمور كثيرة، يعني حاجات اللي هي زايدة شوية حاول يعني بدل ما نشيل حبتين نشيل حبة. الآن شهر رمضان داخل علينا والأسعار وهي في ارتفاع وغير مناسبة مع دخلنا المعيشي. وفي ظل غياب أي نوع من أنواع الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار، بات الكثير من المتسوقين يلجؤون لشراء المواد الغذائية المعروضة على الرصيف كونها رخيصة الثمن. قد يكون المواطن عرضة لأمراض السرطان وأمراض أخرى نتيجة لهذه المواد التي أصبحت على وشك الانتهاء وعدم وجود الرقابة من قبل السلطات المحلية. ودفعت الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من السكان بالبعض إلى بيع بعض ممتلكاتهم أو الاستدانة في محاولة منهم لتوفير ولو الحد الأدنى من متطلبات الشهر الكريم. في كل عام تحرص الأسرة الحضرمية على توفير كافة متطلبات الشهر الفضيل، غير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يجعل من الصعب على الكثيرين في حضرموت تحقيق ذلك هذا العام. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.